هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال. وإننا ماضون في نهج حماس. ننعى القائد الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار أبو إبراهيم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد معركة طوفان الأقصى الذي ارتقى بطلا شهيدا مقبلا غير مدبر ممتشقا سلاحه مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال حتى آخر لحظة من لحظات حياته. في مقدمة الصفوف يتنقل بين المواقع القتالية صامدا مرابطا ثابتا على أرض غزة العزة